عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى دائما السلام للجميع. طبعا اليوم يا اخوان بدي اعرفكم على جهاز الكمبيوتر الموجود عندي اللي بيلعبوا فيه الاولاد. طبعا انا في عندي الاجهزة اللي هي اللي بنشتغل عليها الابل، وعندي الاسوس، وعندي هذا الجهاز يعني للاولاد بيلعبوا عليه من فترة من زمان، يعني بيلعبوا كل يومين ثلاث ساعتين ثلاث حسب الوضع، لانه مرات نكون مشغولين. طبعا كثير سألوني عن جهاز الالعاب اللي عندنا بالدور، شو وضعه، سألوني عن مواصفاته. طبعا هذا الجهاز اولا بيشتغل على تبريد المي، بيعمل تبريد عن طريق المي. طبعا كرت الشاشة اللي موجود عليه RTX 3080، طبعا بيجي ثلاث مراوح تبريد فقط على كرت الشاشة لحاله، قلت لكم التبريد عن طريق المي. الكيس انت بتختار الكيس طبعا اللي بدك اياه، كل فترة بينزل اشي جديد، لكن المواصفات هاي عالية جدا. كان عندي مواصفات الأقل قبل كم سنة، لكن كل سنتين بجدد لهم المواصفات. موكلي نعم كيف انت؟ طيب المهم، طبعا المذر بورد اللي موجودة عليه زد 390 أوراس الجيل التاسع، طبعا نزل جديد الجيل العاشر، لكن يعني ممتاز. طبعا بيتحمل اقوى واثقل البرامج الالعاب، بيتحمل يعني عليه مواصفات، يعني ما اعتقد انه بلزم مواصفات اكثر من هيك. طبعا هذا الريموت معه ريموت، بس هذا الريموت يعني للالوان، شغلات زي هيك في الليل للاضاءة مع اللعبة بكون حماس، بتغير فيه الالوان، فيه كثير شغلات تغيير الوان. ألعاب الصيد، طبعا ألعاب صيد، ألعاب الببجي، بنزلت عليه لعبة البلاك. طبعا أنا بلعب على البلاي ستيشن أكتر شيء، على البلاي ستيشن 4، مش على يعني أنا من يوم البلاي ستيشن 1 كنت عندي، وبلاي ستيشن 2 عندي، الثري ما جبتها، جبت الفور وكنت ألعب. كنت أنا يعني من زمان بلعب، من قبل البلاي ستيشن 1 كانت في الألعاب زمان الأتاري هاي وإحنا صغار نلعبها، لكن لما صار نزلت الون والتو والثري والفور، حاليا عندي فور، نزلت الفايف، لكن الفور ممتازة وألعبها جيدة البلاي ستيشن. يعني أنا بحب ألعب على البلاي ستيشن مش على الكمبيوتر، لكن في لعبة اللي هي لعبة البلاك، لعبة حلوة جدا 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 فخمة، فبلعب على البلاك. أنا في كثير ناس من زمان كانوا يقولوا لي العب معنا ببجي، من زمان زمان يعني من اول ما بلشت الببجي، لكن انا والله ما كان عندي وقت. الاولاد عندي بيلعبوا، هذا موكلي مدمن العاب، لكن انا حددت له ساعات معينه يلعب، لانه بكيت امسكه يلعب على التلفون وهو متخبي وشي وبكى يتعاقب موكلي. بس حاليا هاي للتدريب، يعني ساعات معينة بس للعب، لأنه مشكلة الألعاب هاي. البلاي ستيشن وفي لعبة السنايبر حلوة حلوة، القناص. طبعا في ألعاب صيد كثير
كثير كثير حلوة. في منها يعني جربناها مش حلوة والصيد فيها مش حلو والحيوانات بتبين مش كثير واضحة. أما في إشي مرتب، أنا وصيت على لعبة قريبا من اللي كل شيء بين فيها، حتى رصاصة لما تنطلق بتبين في اللعبة. طبعا كل شيء، الميكروفون، الحكي. طبعا محمود إبراهيم بيلعبوا ببجي مع أصحابهم، أنا ما بلعب، لكن يعني بيلعبوا ساعة ساعتين بالكثير كل يومين ثلاث. هاي لعبة صيد. لسا أنت عندك مهمة بدك تسويها. هاي جديدة اللعبة. هاي جديدة. في عندك مهمات قبل ما تصيد بدك، في ألعاب صعبة جدا. هاي القناص. لسا كيت عندك مهمات بدك تمشيها بعدين تطلع الصيد. لازم تخ هدول. أيوة أضرب. أضرب. تاني. أضرب. معك فترة قصيرة. هي. بسرعة بسرعة قبل ما تروح. قبل لا تطلع الصيد لازم تخلص المهمات هاي بعدين تطلع الصيد. Yes.